تحررت بنغازي بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم رجال الجيش الليبي. الله يرحم الشهداء، المجد والخلود للشهداء. بارك الله في كل من ساند الجيش، الشباب المساند، شباب المناطق. بنغازي خاضت معركة كبيرة جدا واستثنائية، يعني تدرس حتى في المؤسسات العسكرية في حول العالم في محاربة الإرهاب. والحمد لله فضل الله، ذلك فضل الله كثيرا ثم وفضل الجيش الذي حررنا من هذا الزمرة. والحمد لله بدأت أولادنا يطلعوا للمدارس ويطلعوا للأسواق ويطلعوا فنانين، والحمد لله ونبوا الناس تكاتف مع بعضها. هذا اليوم ذكرى تحرير العصية، ذكرى تحرير بني غازي التي هي بداية لتحرير ليبيا. وإن شاء الله نشكر الجيش الوطني ونشكر القوات التابعة للجيش الوطني والقوات المساندة والمشير خليفة بن قاسم حفتر، ونرجو أن تستمر هذا التقدم وهذه الأعياد وهذه الانتصارات حتى نحقق تحرير ليبيا بالكامل. في مثل هذا اليوم قد انتصرت القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة السيادة المشير خليفة بن قاسم حفتر في مدينة بنغازي وضواحيها. نحن على كل الثقة الكاملة بالقيادة العسكرية بقيادة المشير والجيش الليبي، ونترحم على كل الشهداء الذين أدوا واجبهم الوطن ومساندتهم للجيش الليبي. ونحن ندعم القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بن قاسم.